الكل ظن أن المقاتل المغربي ياسين بيطر سينهزم بالضربة القاضية في هذا النزال. هذا ما ستشاهدونه إن شاء الله في هذا المقطع من النزال الذي جمع بين المقاتل المغربي ياسين بيطر وخصمه السورينامي سيرجينيو كانتيرس. إليكم أهم التفاصيل، لكن قبل كل هذا أتمنى ألا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لنستمر دائما في نشر المزيد إن شاء الله. المقاتل المغربي ياسين بيطر وصاحب القفازات الزرقاء، نشوف بداية النزال. واو واو، بداية قوية من المقاتل السورينامي، مقاتل قوي جدا. كنتمنى إن شاء الله ياسين ياخذ الحيطة والحذر. برافو ياسين. واو نعم، مقاتل قوي بكل صراحة. النزال ما غاديش يكون سهل. واو واو واو، برافو ياسين، ضربات متبادلة، ولكن أظن أن الجولة الأولى ستكون للمقاتل السورينامي. نشوف الجولة الثانية. برافو ياسين. واو، هاي كيك من ياسين. برافو برافو ياسين، جولة أظن أنها متكافئة. برافو ياسين، برافو. حتى الآن يعني جولة نقدر نحسبها يعني متكافئة. نشوفوا الجولة الثالثة. أوه إسقاط، يعني هناك سقوط المقاتل المغربي ياسين بيطار بضربة قوية جدا. أظن أنها ستغير يعني مسار هذا النزال. يلا ياسين، الجولة الثالثة مع الأسف يعني اتصرت بشكل كبير. أوه برافو ياسين، إسقاط. نعم هناك إسقاط بهاي كيك. برافو برافو ياسين. كنظن هذه الجولة غادي ترجع للمقاتل المغربي. يلا ياسين، الجولة الثالثة كنتمنى له إن شاء الله يمشي يستمر، ما بقى والو. برافو برافو ياسين، يلا برافو. أظن الحكم كيزيد جولة أخرى، يعني تكافؤ المقاتلين في التنقيط. يلا ياسين برافو برافو، عليك الحيطة والحذر. يلا عنده ضربات قوية ما شاء الله بالأرجل، وأظن أنه هو من فاز في هذا النزال بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخسارة. فهكذا حول المقاتل المغربي الهزيمة إلى فوز يعني مستحق في الجولة الرابعة. هذا كل ما لدينا في هذا النزال، نلتقي إن شاء الله في نزال آخر. لا تنسوا أن تتركوا لنا آراءكم في صندوق التعليق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.